السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن اعتزام الحكومة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وأبعاد هذه الخطوة على تجاوز أزمة انعدام الغاز ورفع الاقتصاد الوطني. إذن قال وزير أو وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي، قال إن الحكومة بدأت خطوات لإعادة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وكشف المخلافي عن خطة عمل شاملة وأيضا تفاهمات جرت خلال اجتماعات بين وزارته ومسؤولين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لاستئناف التشغيل والإنتاج والتصدير. ودعا وكيل وزارة النفط الأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادة المحافظات النفطية إلى التعاون مع الوزارة لإعادة الإنتاج والتصدير لمختلف القطاعات النفطية والغازية وعلى رأسها محطة بلحاف. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ماذا يجب على الحكومة عمله لتجاوز صعوبات إعادة تصدير الغاز المسال؟ وهل تعمل هذه الخطوة على معالجة أزمة انعدام الغاز المنزلي وأيضا رفع الاقتصاد الوطني؟ نبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. استئناف وشيك لتصدير الغاز الطبيعي المسال أولوية حكومية اعترضها العديد من التحديات الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها محافظة شبوة طيلة الثلاثة الأعوام الماضية. أسابيع فقط تفصلنا عن استئناف ضخ الغاز الطبيعي المسال من حقول مأرب إلى ميناء بلحاف على خليج عدن، بحسب وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي، الذي أكد في تصريحات صحفية أن وزارته وضعت خطة لاستئناف عملية الإنتاج من مأرب والتصدير من ميناء بلحاف بعد سلسلة من الاجتماعات مع الشركة اليمنية للغاز المسال لبحث هذه العملية وكيفية تنفيذها. لكن الوكيل المخلافي اشترط للمضي قدما في استئناف عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية، لأن تحرير محافظة شبوة من وجهة نظره غير كاف لاستئناف هذه العملية، لأن خطوة كهذه تتطلب ترتيبات أمنية وعسكرية من الجيش الوطني لتأمين المناطق التي يمر بها الأنبوب. منذ نحو ثلاثة أعوام خسرت الميزانية اليمنية 2,200,000,000 دولار جراء توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء بلحاف، في وقت تشكل فيه صادرات البلاد من النفط والغاز أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة. وفي الرياض عقد اجتماع لعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأداره السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لمركز إسناد العملية الشاملة في اليمن، وحضره العقيد التركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي. وأوضح السفير بن الجابر في الاجتماع أن السعودية ستقدم مشتقات نفطية لليمن لدعم الاقتصاد وصمود الشعب اليمني، لافتا إلى أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي سينفذها التحالف تصب إلى رفع قدرة الموانئ اليمنية لتسهيل استقبال اليمن لحاجاته من الواردات بمختلف أنواعها. العمليات الإنسانية الشاملة سأعرض عليكم أهدافها. الهدف الرئيسي الأول هو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني والعمل على رفع القدرة الاستيعابية للموانئ والبنية التحتية لضمان تدفق الفعال للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية لكافة أرجاء اليمن، وزيادة المنافذ لدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية لضمان استمرارية وثبات تدفق فعال الواردات، وتعزيز إمكانات موانئ اليمن لتكون قادرة على استقبال واردات بمستويات أعلى بكثير مما كانت عليه عام 2016 و2017. لكنه شدد على أنه إذا لم يقبل الحوثيون بخطة المبعوث الدولي بشأن ميناء الحديدة، فإن مينائي الحديدة والصليف سيبقيان مفتوحين حصراً لشحنات المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والطبية والشحنات التجارية الغذائية، فيما سيحول الوقود والشحنات التجارية غير الغذائية للموانئ الأخرى. من ميناء الحديدة إلى بلحاف تتعدد مظاهر الإخفاق في مواجهة التحديات، والذي يعزيه المراقبون إلى عدم رغبة التحالف على ما يبدو في تمكين السلطة الشرعية من الموارد السيادية لأسباب لا يمكن فهمها حتى الآن. إذن ينضم إلينا دكتور محمد زوبا خبير اقتصادي. مساء الخير دكتور. مرحبا فيك. أهلا بك دكتور. نبدأ معك من سؤال: هل ستنجح الحكومة هذه المرة في هذه الخطوة التي تعتزمها لإعادة تصدير الغاز المسال؟
نتمنى ذلك، لان التسجيل غير مساوي خصوصا في هذا الفتره بالذات، ارتفاع اسعار الغاز المسال في السوق العالميه وصل الان تقريبا الى دول شرق اسيا الى 12 دولار بالمدينه الوحده الحراريه. معنى ذلك ان درجه دخله كويسه او ممتازه من يعني منتصف 2006 الى الان، والله 2006 كان يباع حوالي 2 دولار ونص، الان 12 دولار واكثر من 12 دولار سوق جنوب شرق اسيا، معناه انه في الامكان انه تم طفره الاسعار الجديده اذا استطاعت الحكومه اليمنيه تايد الظروف الامنيه كما يرى التقرير ووافق على ذلك. ونفس الوقت يجب ان تكون الدوله او الحكومه اليمنيه او ما يسمى بوابه الشرعيه بالفعل مسيطره على خط الانتاج، لانه خط الانتاج يبدا من صافر. نعم. يعني عن طريق البر اليمني في محافظه شبوة الى بلحاف، وبلحاف يجب ان يكون ايضا الحكومه الشرعيه مسيطره عليه، ويجب التحالف ان يعمل، وهذا يعني يجب معناه انه ان لم يتعاون التحالف لذلك ويسهل الوضع الامني للخط الانبوب الواصل من صافر الى بلحاف، فبعد ذلك لم تنجح العمليه. نعم. وبنجاح عمليه اعتقد هذا كلام اكيد وكلام اقتصادي، إذا نجحت اليمن في تصدير الكميات المتعارف عليها وهي حوالي 6.7 مليون طن في السنة، فإننا بإمكان الجمهورية اليمنية أن تحقق بالأسعار الحالية في جنوب شرق آسيا حوالي 4 إلى 5 مليار دولار، وهذا بدأ يجب أن مليون سنويا. هذا كلام هراء وكلام غلط ومغالطة للناس، ولا يجب على الناس ان يسمعون الان ويسمعون مسؤولين وزارة النفط ان هذا رقم غير طبيعي وغير منطقي، ولا يجوز ولن نسمح بذلك. الرقم الحقيقي الذي يجب ان توفره تسطيل كميات 6.7 مليار قدم مكعب في السنة يجب أن لا تقل عن 4 مليار دولار سنويا، هذا سوف يحقق ناتج اقتصادي، سوف يعمل على إعادة توازن كما قلنا في المداخلة السابقة قبل يومين أو 3 أيام، على التوازن بالنسبة للدولار. نعم. على التوازن والتمرد بالنسبة للاقتصاد اليمني، سوف يحقق إمكانيات مالية. نعم، معذرة دكتور، دكتور معذرة، ولكن سيقومون بمعاودة الاتصال بك مرة أخرى، هناك مشكلة في سماعك بشكل جيد. سأذهب إلى ضيفنا الآخر، سينضم إلينا من أنقرة الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسام. يعني بداية، كيف ستنعكس هذه الخطوة المعلن عنها من قبل وكيل وزارة النفط، كيف ستنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني في المجمل؟ الحقيقة مشروع الغاز المسال هو واحد من المشاريع الاستراتيجية والمشاريع القومية الكبيرة جدا، الذي يفترض في خلال عقدين من الزمن أن يوفر أو أن يدر دخلا يتراوح بين 20 إلى 40 مليار دولار حسب التقديرات التي نشرت. طبعا الآن إعادة تصدير الغاز نقطة مهمة جدا، ويجب أن تترافق ليس فقط بالنسبة للغاز ولكن أيضا بالنسبة للنفط بالطاقة الإنتاجية القصوى أو المتاحة على الأقل. بطبيعة الحال الاقتصاد اليمني اقتصاد ريعي ويعتمد على النفط بشكل كبير. نعم. سواء من اجمالي صادراته او من اجمالي يعني اجمالي تاثير النفط او نسبه الموارد النفطيه بالنسبه لاجمالي الايرادات العامه بشكل عام للدوله. نعم. وبالتالي فان اعاده تصدير الغاز سيشكل رافدا لتدفق العملات الاجنبيه الى الداخل، وهذا بطبيعه الحال سيمكن الحكومه من تعزيز ايراداتها وبالتالي القدره على الانفاق، بما لا يضر الحقيقه
بمستوى الأسعار ويحد إلى حد ما من مستوى الإصدار النقدي الذي يتم حالياً لتغطية نفقات الحكومة. يعني نفهم أنه تفعيل هذه الخطوة كفيل بمعالجة وضع العملة الوطنية وأيضاً وقف الانهيار، أم أن هناك أيضاً خطوات أخرى لابد من القيام بها؟ لا يمكن القول الحقيقة أن إعادة تصدير الغاز وحده سيمثل حلاً للعملة الوطنية. الحقيقة ما رأينا قبل يومين مثلا أو قبل 3 أيام ما أعلن الحكومة عن الموازنة العامة للدولة، هي موازنة تقشفية، ولكن هناك نسبة عجز بواحد تقريبا مليار دولار وأكثر. الحقيقة النقطة المهمة هي كيفية تمويل هذا العجز. إذا ما افترضنا أن الحكومة لأننا لم نطلع الحقيقة على التفاصيل الموازنة العامة حتى الآن، إذا افترضنا أن الحكومة لم تضمن إيرادات المشروع الغاز ضمن الإيرادات التي حسبتها تقريبا ب 2 مليار دولار، فبالتالي تمويل العجز هذا إذا كان عن طريق تصدير نفط وغاز وإلى آخره، فبالتالي هذا سيحقق يعني شيئا من الاستقرار الاقتصادي. بينما إذا كان التمويل لهذا العجز عن طريق إصدار نقدي، يعني طباعة نقود جديدة، فإن هذا سيعني مزيدا من المشاكل للاقتصاد. بطبيعة الحال لا يمكن القول بأن إعادة تصدير الغاز وحده سيحل المشكلة، لابد من إعادة تفعيل المنظومة كاملة، منظومة النفط والغاز وبالطاقة القصوى التي كانت تندر على الأقل قبل الانقلاب. هذا لن يحد طبعا، لأن هناك مشكلة في الجانب الآخر وهي تعثر السياسة النقدية عن طريق البنك المركزي الذي لم يعد يمتلك الاحتياطات النقدية التي تم مراكمتها عبر سنوات طويلة، ولكن سيمكن أو تمكن هذه الخطوة من إيجاد توازن على الأقل في الأجل القصير والمتوسط، وتمنع على الأقل لجوء الحكومة أو تحد من لجوء الحكومة إلى الإصدار النقدي لتغطية النفقات، وبالتالي السيطرة على معدل التضخم وارتفاع الأسعار يعني في الاقتصاد بشكل عام. هذه النقطة ربما تكون جيدة الحقيقة، ويجب أن تكون أن تفعل بصورة سريعة، لأنها ستحد كما ذكرنا في السابق، وهي أهم نقطة، أنها ستوفر نقدا أجنبيا للدولة أو للحكومة، وبالتالي ستحد من عملية الإصدار النقدي الذي له آثار سلبية كثيرة. نعم تكرم بالبقاء معي سيد حسام. أعود لضيفي الآخر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الزوبة. دكتور، يعني ماذا يجب على الحكومة فعله لتجاوز الأزمات التي تسببت في شلل في تصدير الغاز؟ أعتقد أنه من المسلمات أنه مشروع الغاز في الوقت الراهن سوف يحدد يعني مداخيل وإيرادات ممتازة للحكومة اليمنية. طبعا إذا استثنينا المشاكل التي كانت يعني دائمة يعني من الوضع الأمني كما شرحت في الجزء الأول من الحديث، فأعتقد أنه الإصلاح الذي سوف يقوم به الناتج استغلال يعني الثروة الغازية في صافة، أنه مداخله سوف خصوصا بالأسعار الحديثة، أنا بتكلم على الأسعار الحديثة يمكن أكثر الناس. لكن دكتور، يعني بخصوص التسعير الحالية، يعني هل ستعمل هذه الخطوة على معالجة الارتفاع الحاصل بالتسعير الحالية؟ لا، أنا بقول هذا الكلام الآن مثلاً يا سيدي العزيز، كان في منتصف 2016 كان سعر هنري هوب تقريباً دولار وكسور دولار وسبعين سنت للمليون وحدة حرارية لتوصيل أمريكا. الآن إذا رحنا وتفضلنا الغاز اليمني إسباط إلى جنوب شرق آسيا والذي هي كوريا واليابان وخصوصاً كوريا بالذات، يعني الذي معنا اتفاق احنا كوريان جاز معنا اتفاق احنا كوريان جاز وصلنا على ربعنا بسعر السوق الآن هناك، يعني الفارق بيكون حوالي 10 دولار، بمعنى ان احنا بنزيد حوالي 12.5 دولار للمليون وحدة حرارية. هذا بيحقق فارق طفرة، يعني قدر طبعا لا تتوقع الحكومة اليمنية أو المشتغلين في المجال الاقتصادي أو من حددوا الميزانية العامة للدولة، لأنه سوف يعمل على طفرة نوعية في مداخيل وإيرادات الدولة تتجاوز زي ما قلت لك في البداية 4 مليار دولار سنويا، بالرغم أنه 4 مليار دولار سنويا كان مستحيل أن تحصل عليها الدولة. لكن دكتور، ماذا عن أسطوانة الغاز التي يعني تهم المواطن البسيط؟ موضوع الغاز المحلي هذا يسمى غاز الطبخ، يسمى غاز الطبخ وهو غاز يسمى بال ال 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 ال
هذا موضوع اخر، لانه هو غاز مصاحب للغاز الدراي اللي بيسكر الخارج اللي بيتم تسليله، وبالتالي ال بي جي هو ايضا هو يعتبر سعر بالنسبه للمستثمرين انه يعني يتجاوز السعر الموجود الان في السوق، وهو عباره عن 1000 ريال يعني مسلم للشاحنات التي توصل يعني الى مارب وتاخذها من مارب، يعني بمعنى انه ال بي جي يعني هو ناتج محلي من الارض اليمنيه او من مخازن الغاز اليمنيه متوفر وامكانياته ممتازه، وعندنا كم مخزون لا باس به يصل الى اكثر من 100 مليون برميل من الغاز الطبخ الذي يختلف عن غاز الدرايه الذي يسكر، فاعتقد ما في مشكله، هو سوف يستمر بنفس السعر الطلب، والطلب كذلك انه يكون بهذا السعر، وسعر في العالم طبعا سعر العالم هو غالي، ولكن بالنسبه لليمن هو بنتج من الارض اليمنيه، وبالتالي عنده ما يبعد 1000 و1100. لكن بصوره عامه دكتور، اذا ما عادت عمليه الانتاج يعني بشكل طبيعي ستنعكس ايضا على مساله الغاز المنزلي. اكيد اكيد، هو الان هو بنتج غاز مصاحب، وبالتالي يقوم الطباخ بيضخوا مثلا غاز ال بي جي على اساس يزيد من كفاءه الغاز ال ان جي الذي هو الغاز المسطر، الغاز المسطر بيضيف شويه غاز ال بي جي الذي هو غاز الطبخ علشان يزيدوا من كفاءته، لانه الاحتراق بالال بي جي غاز الطبخ يكون اكثر فعاليه من عندما يكون دراي غاز لحاله، فبيضيفوا على يعني حوالي 5% او من 3 إلى 5%، هذا بيزيد من عمليه التفعيل للقدره الاشتعاليه بالنسبه للغاز المسيل عندما يسطر ويستلمه في الخارج. فما بيستعمل بالعكس سوف ناخذ دائما كميه كبيره ومتوفره، وهو الان ايضا للعلم للمعلومات المشاهدين الاعزاء يعني البي جي الان يضخ في مارب ويستلم يعني في الشاحنات بشكل طبيعي ومتوفر بشكل كويس. بالعكس يعني لازم هناك بس الذي انا اركز عليه يجب ان الناس تسمعوا وزاره النفط الان. نعم. انه الارقام التي نسمعها الان عن 700 مليون دولار مداخل الغاز، هذه ارقام لا يمكن ان نسمح بها مره ثانيه، عندما ياتي الينا وزاره النفط تقول ان مداخيلها خلال 700 مليون سواء بتفعيل اتفاقيه مع شركه تيتال او عن طريق تفعيلها مع تصديرهم هم لهذه الكميات، نقول هذه الارقام خطا، الرقم الحقيقي الذي يجب ان يدخل الى خزينه الدوله في حاله التصدير باسعار السوق هذه الايام يجب الا يجب على 4 مليار دولار سنويا. نعم. وهذا الموضوع نكرر ونشدد عليه. نعم، لكن دكتور بالشكل العام ما هي اعلى قيمه وصلت اليه يعني اليمن في تصدير النفط والغاز المسال في اقصد في الفترات السابقه؟ يا سيدي شوف، بالنسبه لموضوع الغاز هناك هو يعني رفعناه احنا على شركه غاز توتال، وكان شركه توتال طبعا هذا بعد ان تحركت نائب العام يعني قبل حوالي 3 سنوات، وايضا بعض الهيئات الحكوميه من ضمن الرقابه والمحاسبه اطلع انه لدى شركه توتال حوالي 14 مليار دولار استحوذت عليها بدون وجه حق نتيجه تصديرها كميات من الغاز اليمني الى السوق العالميه، وكانت تعملها ديستيشن يعني بمعنى كانت تعملها تحويل من السوق الامريكيه، وكانت تعطي انه يباع للسوق الامريكيه، بينما الكميات كانت معظمها تباع في جنوب شرق اسيا باسعار جنوب شرق اسيا تلك الايام، والتي كانت تصل الى حوالي 13 و14 وباعوا شحنات ب 15 و16 دولار لكل مليون وحده حراريه. فاكتشفت القضيه هذا والجهاز الوكيل لغايه المحاسبه طلع يعني اوجد يعني الكميات اللي استحوذت عليها الشركه، وكانت حوالي 14 مليار دولار بدون وجه حق، ولا زالت القضيه مرفوعه امام النائب العام الى الان في هذا الموضوع. الان في هذا الموضوع هو موضوع فساد شركه توتال في مشروع الغاز. نحن نحدد من جديد ونقول اذا كانت اداره شركه الغاز اليمنيه او المشغلين في بالحال سوف يقوموا بالتصدير بانفسهم فعلى بركه الله. اما اذا عادت شركه توتال وطبقت الاتفاقيه، لان الاتفاقيه فيها معايير كبيره،
من ضمن أن الغاز اليمني يروح إلى أمريكا، وغاز اليمني إذا راح لأمريكا بيبيعه على حسب السوق الأمريكي اللي يسمى تسعيرة هنري هوب، وهنري هوب الآن سعرها 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بمعنى أنه ما فيش خراج، ما فيش فائدة. لكن لو أخذنا هذه الشحنات وبناء الكوريان غاز وشركائنا في جنوب شرق آسيا، الإكثار في جنوب شرق آسيا تقريبا يوم الخميس الماضي كان 12 دولار وحوالي 40 سنت، معنى أنه فارق كبير جدا يعني في السعر، وبالتالي فارق في كمية الإيرادات والمداخيل اللي سوف تحققها الجمهور اليمني في حالة بيعها لجنوب شرق آسيا. نعم، إذن وضحت الصورة. تكرم بالبقاء معي دكتور محمد. أذهب لضيفي الآخر الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. يعني سيد حسام، ما المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة قبل الشروع في عملية استنتاج النفط وتصدير الغاز كما تقتضي المعالجة الشاملة للوضع الاقتصادي؟ الحقيقة أمام الحكومة بالنسبة لمشروع الغاز ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى، أولاً ضمان التفاهم مع التحالف ومع الشركات النفطية والشركات الشريكة في مشروع الغاز المسال لضمان انسيابية تصدير الغاز خلال الفترة القادمة باستمرار، أي أن لا توجد فترات انقطاع وتقطع وذهاب للشركات وعودة. يعني المسألة لابد أن تكون هناك استقرار نسبي في العملية. النقطة الأخرى الثانية هي ضمان، الحقيقة ضمان الأمن للأنبوب المشروع الذي يمتد لمسافة 320 كيلومتر تقريبا. نعم. الأنبوب هو بحاجة الحقيقة إلى حماية أمنية جيدة، وقبل الشروع في تصدير وإعادة ضخ النفط يجب التأكد فعلا بأن المشروع والأنبوب الحقيقة آمن ولا توجد هناك تهديدات حقيقية يمكن أن تصل وتستهدف المشروع، سواء التهديدات من طريق الميليشيات الحوثية، والآن الحقيقة بعد طردهم من شبوة أصبح الموضوع أقل خطورة، ولكن يجب التنبؤ لهذه النقطة أكثر، وخاصة من جهة أخرى أيضا للجماعات أو أي جماعات أخرى ممكن تهاجم المشروع لهدف أو لآخر. نعم، لكن سيد حسام، يعني هل تعتبر المشكلة الأمنية هي المشكلة الأبرز أم أنه يعني عدم امتلاك القرار أيضا مشكلة؟ يعني تصريح الأخ رئيس الوزراء قبل في الفترة الماضية أكد بأن الحكومة لا تمتلك الحقيقة وحدها أو منفردة قرار التصدير، وإنما هناك الشريك الآخر هو التحالف. ولكن أيضا المشكلة الأمنية هي مشكلة تبرز يعني جانب من جوانب المشكلة بشكل عام، إنما أيضا كما ذكرت النقطة الأولى هي وجود تفاهم حول إعادة التصدير مع الحكومة والتحالف بخصوص هذا المشروع بالضبط، وأيضا خصوص تصدير النفط بشكل عام. يعني لابد من إعادة دراسة الموقف وأن تضغط الحكومة بشكل ما، أو أن تصل إلى اتفاق بشكل ما إلى إعادة تصدير النفط والغاز، لأن توقف تصدير النفط والغاز يعني وجود مشكلة أمام الحكومة تؤدي إلى تعثر أعمال الحكومة وعدم قدرتها على ممارسة مهامها، لأنها أصلا لا تستطيع الحصول على الإيرادات التي يقوم على أساسها عمل الحكومة. إذن هذه النقطة الأساسية. النقطة الثالثة الأخيرة هي كيف يمكن الاستفادة من يعني عائدات المشروع وتضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة، وكيف يمكن وضع أولويات الحقيقة تختص ب يعني حسب الموازنة العامة للدولة طبعا. نعم. هذه الأولويات يجب أن تكون أو أن يدخل فيها مشروع الغاز وإيرادات النفط والغاز بحيث أنها تحقق أقصى استفادة مثلى في الوضع الحالي. نعم، لكن سيد حسام، إذا ما تحدثنا عن هذه الخطوة المعلنة من ناحية يعني ضبط تسعيرة الغاز المنزلي المرتفعة على المواطن، كيف يمكن معالجة ذلك؟ يعني الحقيقة نحن حين نتحدث عن إعادة التصدير فإننا نتحدث عن مشروع الغاز المسال ونتحدث عن العالم الخارجي، ولكن في المقابل أيضا الحقيقة هناك ارتفاع كبير في الاعتماد على مادة الغاز المنزلي سواء في الاستخدام يعني الاستهلاك المحلي، والاستهلاك المحلي أرقام كبيرة تصل تقريبا إلى 500,000، يعني تتراوح من 500 إلى 700,000 طن متري سنويا. هذه الكميات طبعا أعلنت في نهاية نوفمبر شركة الغاز بأن سعر الغاز أو أسطوانة الغاز سعر ثابت لم يتغير، والحقيقة المشكلة ليست فقط في من منطقة المنبع، وإنما هي مشكلة باختلاف السيطرة الأمنية، فالقوات الحوثية أو المناطق التي تخضع للسيطرة الحوثية تخضع لضرائب ربما مضاعفة
ولا رسوم مضاعفة لم ينزل الله بها من سلطان، تؤدت إلى ارتفاع كبير جدا ومضاعف وبشكل يعني صراحة يعني كبير جدا على المواطن. هذا بالنسبة للسعر الغاز. بينما في المناطق المحررة هناك بعض يعني ربما نقول التفاوت في الأسعار، ولكن المعدل أو الاتجاه العام السعر تقريبا شبه منضبط، وعمليات يعني شحن الغاز من مارب مستمرة عبر القاطرات. هناك الأرقام يعني تدل أو تتحدث عن استمرار وسلاسة في عملية شحن الغاز بالنسبة للمواطنين. هذا بالنسبة للداخل. هناك بعض عمليات استيراد الغاز تم ذكرها في تقارير في عام 2015 وإلى آخره، قام بها تجار على مستوى خاص، ولكن الحقيقة الغاز يتم الاعتماد عليه من مارب، وفي مأرب وفي المحافظة المحررة أسعاره تقريبا شبه مستقرة، بينما المشكلة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تقوم بفرض. نعم، لكن بطبيعة الحال يعني الغاز المنزلي وأيضا تصدير الغاز المسالي عملية مرتبطة ببعضها، وبالتالي هي ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار الغاز على المواطن إذا ما تمت العملية. يعني هذا إذا كنا نتحدث بأن هناك نقص، يعني إذا كان هناك نقص في الغاز الطبخ وهناك حاجة إلى تسهيل، يعني هناك عندما تم وضع التصور لمشروع الغاز تم وضع تريليون قدم مكعب للاستخدام المحلي، وسواء في النسبة للكهرباء أو للسيارات أو الآخرة. لكن الحقيقة المشكلة كما ذكرت لك ليست متعلقة بأن وقف التصدير يؤدي إلى مشكلة في الداخل بالنسبة للنفط، بالنسبة للغاز أقصد الغاز المنزلي، لأن الغاز لكن أقلها يعني الارتفاع الجنوني الحاصل حاليا، يعني أقلها يمكن أن يعني يتحسن السعر نوعا ما على أو يعود حتى على ما كان في السابق. الحقيقة يعني المشكلة ليست في، أنا أريد أن أكرر الآن أن عملية إعادة تصدير النفط أو عفوا تصدير الغاز من مشروع الغاز ربما لا تتعلق بأثر كبير على الإنتاج المخصص محليا الذي يتم من ربما حتى من الغاز النفطي أو المخصص للطبخ يعني. نعم. لأن المشكلة ليست في عدم وجود نفط في الداخل، عفوا عدم وجود غاز في الداخل، يعني المشكلة ليست في قلة في الغاز أدت إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار هو نتيجة لفرض التهاوات مختلفة من قبل الحوثيين بالنسبة للمناطق التي تخضع لسيطرتهم. أما نعم. في المناطق المحررة يعني بالتالي نفهم أن هذا شيء نعم. وهذا شيء آخر، يعني مسألة تصدير الغاز المسال هذا شيء آخر بعيدا عن موضوع الغاز نعم. المنزلي. نعم نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا من أنقرة. أعود لضيفي الآخر الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي. يعني دكتور، في الواقع تبدو الحكومة محاصرة من الحوثيين من جهة، وأيضا التحالف من جهة أخرى لعدم يعني سيطرتها على القرار في مسألة إعادة تصدير أو يعني استخدام الموارد في المحافظات المحررة. ما الذي تمتلكه الحكومة يعني من نقاط القوة لتتجاوز كل هذا الحصار؟ شوف يا سيدي العزيز، الحكومة اليمنية مشكلة أنه لحد الآن لم تستطيع أن توضح للتحالف أو توضح للدول الراعية للجالية اليمنية أنه الاقتصاد اليمني مهما كان نسبة التعاون والمعونات التي تصل إلى اليمن لن يحقق النتيجة ما لم تعتمد اليمن على إمكانياتها الخاصة والذاتية. بمعنى أنه إذا استمرت الحكومة اليمنية تتجاهل إمكانياتها وتفعيل الإمكانيات الموجودة سواء الإمكانيات النفطية والغازية أو الإمكانيات الاقتصادية الموجودة في الأرضية الاقتصادية اليمنية، فهذا سوف يؤدي إلى نتائج عكسية. بمعنى أنه التحالف أو غيره لن يكمل العمل الرئيسي للجمهورية اليمنية. بمعنى أنه يفترض على الحكومة اليمنية أنها تشتغل على هذا التوجه، أن توضح للتحالف أنه سيطرتنا على الإمكانيات الاقتصادية وعلى تصدير النفط والغاز بالذات سوف نحقق الاكتفاء الذاتي من جميع النواحي. بمعنى أنه سوف نعيد السيطرة العامة على المقتضى العام للسياسة داخل الجمهورية اليمنية، وبالتالي نستطيع أن نعيد الدولة ونعيد يعني إمكانياتها وهيئاتها ووزاراتها ونستطيع أن نصف المعايشات، وتصبح الدولة اليمنية تبدا خطوه خطوه تعيد كل الامكانيات التي تحقق السياده الوطنيه للدوله اليمنيه. نعم، كان يفترض ان تكون هذه الاولويات التي كان يتطلبها. طبعا هناك صعوبات، نحن نعرف ان هناك
صعوبات تواجه الحكومة اليمنية خصوصا من التحالف، وخصوصا التحالف إلى الآن لا يمتلك رؤية اقتصادية بالنسبة للجمهورية اليمنية. إلى الآن لا يمتلك ما يعني فكرة ماذا يريد من الجمهورية اليمنية، سواء على البعد السياسي أو البعد السياسي على الطرف الاقتصادي. بمعنى أنه الآن لا حتى الفكر العسكري في حسب المعركة لا زال يعني يتخبط، ولا زال يأخذ منحى يعني خطير جدا، وبناء كيانات وعادة تشكيل قوى داخل البلد. بمعنى أنه لم تعطى السلطة الحقيقية للحكومة اليمنية والتي تتواجد أساسا ويفترض أنها في عدم لإخراج البلاد من هذا المأساة. الآن لو أردنا أن نسطر الغاز على سبيل المثال، ولا يوجد هناك أمن، ولا يوجد هناك سيطرة تامة للحكومة اليمنية على مناطق التصدير وعلى خط الأنبوب وعلى مناطق الإنتاج الغاز الذي هي صافر، معنى ذلك أنه لن نحقق شيء. ثانيا، أن الشركة المشغلة إذا لم تستطع أن تحصل على فرصة كاملة من الاستقرار الأمني الذي تعيد بها إمكانيات التواجد لخبراءها وقياداتها ومشغليها من الأجانب، فلن تعود إلى اليمن، لأن مستحيل أنها تعود وهناك يعني وضع أمني يعني متوتر. وبالتالي كان يجب، وخصوصا في المناطق هذه اللي بتكلم عنها احنا، هذه الأماكن بالكامل هي أماكن تحت سيطرة الحكومة الشرعية. يفترض أنه الجيش الوطني، ويفترض أن الحكومة الوطنية هي التي تقوم بتأسيس هذا الوضع الاقتصادي الذي يحقق الناتج الإيرادات والزيادة في مداخل البلاد، وتخرج الحكومة اليمنية من استنجاء الأخوان في التحالف لتغطية عجزها الذي يتم باستمرار سواء في هذا ما يجب هذا ما يجب دكتور. ولكن أعتذر منك، يعني داهمنا الوقت وقت الحلقة. أشكرك جزيلا دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي، وأشكر أيضا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي كان معنا من أنقرة. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.